معكم السيد محمد حيلي، مدير شركة بالصين ومناضل وعضو بتجمع الوطني الأحرار. تنصادف اليوم الأخ أبو زيد نبيل اللي هو صديق ديال الطفولة والدراسة، يعني من زمان كنا ندرسوا مع بعض نياتنا، وتنتمنى للجميع كل شيء يكون بخير. احنا جينا اليوم تنتلقى مع سي نبيل الموضوع ديال موضوع العصر، يعني مرض العصر اللي هو كورونا فيروس، هذا المرض الفتاك اللي تينتشر بسرعة عن طريق الهواء، وهو تيصب في أول مرة الرئتين. وعلى سبيل الذكر في هذا المرض، هذا انتشر سنة 2002 بما كان يسمى بمرض سيرس، و أبخي عام 2015 سموه بميرس، وهو مرض العصر اللي تينتقل بسرعة فائقة عن طريق الهواء، تنتشر عن طريق تقبيل الأشخاص، عن طريق اليد، تنتشر عن طريق الهواء بسرعة فائقة. احنا كنا تنعيشوا في الصين، ما علينا ما بينا، بخير وعلى خير، أمور ترانكيل، أمور العملية التجارية، كل شيء بخير، حتى نسمعوا خبر ديال كورونا فيروس اللي عمل مشاكل اقتصادية تجارية سياسية داخل وخارج الصين. يعني لاشين كيف تعرفوا دولة اقتصادية عظمى عالميا، لكن هذا المرض هذا الفتاك دمر القوى الاقتصادية ديالها، ودمر الحالات النفسية ديال السكان. حتى هذا المرض هذا لحد الساعة ليس له لا دواء ولا علاج ولا لقاح. السلطات الصينية تتشغل يومنا هذا في مختبرات طبية لوجود وجود طريقة علاج أو لقاح أو دواء. لحد الساعة لم يلقوا له دواء ولا لقاح. الناس اللي يبغيو يتجنبوا من هذا المرض هما ما يسلموش على الناس، ما يتلاقوش بالناس في الأماكن مملوءة بالناس، في المترو، في الباص، كل هذه الأماكن يجب على الإنسان تركها. حتى النوافذ ديال البيت لازم تغلق باش يكون الناس يحيطوا يعملوا الحظر ديالهم على هذا المرض. تنطلب من البلدان المجاورة بالنسبة لدول آسيا، بالنسبة لدول الشرق الأوسط، بالنسبة لأمريكا اللاتينية، بالنسبة للدول الأوروبية، مساعدة هذا الشعب الكريم والخلوق بمده بمعدات طبية اللي هو الماسك فيس 3 بلي والترمومتر تبع قياس الحرارة. هذا المرض هذا عمل كثير مشاكل، من بين هذه المشاكل هو تسكير المحلات، تسكير الأسواق، تسكير شركات كبيرة مثل على بعض الأمثلة ستاربوكس عندها 4300 ستور في سوق الصين، حتى سكرت كلها، جوجل سكر، أبل سكر، هواوي سكر، يعني كثير محلات سكرات، كثير شركات عالمية دمرت بسبب هذا المشكل تبع كورونا فيروس. تنتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة وشكراً.